طيب انا شايف ان الاستاذ الكبير المرشح الرئاسي فريد زهران لغايه دلوقتي معدي مثلا 9 مؤتمرات وهيخش على 10 او 11 مؤتمر في مناطق مختلفه، وبيطرح وجهه النظر وبيطرح ايضا البرنامج وبينتقد وبيقول وكذا وكذا، انت عندك 4 فقط لا غير. هل هل عندك وسيله لرصد رد الفعل؟ هل الناس متقبله طريقتك ولا متقبله طريقته او متوقعه ايه؟ احنا توجهنا لهذا علشان لان احنا كمان بيبقى متغطي اعلاميا وصحفيا بشكل كبير جدا طبعا، بالتالي احنا في الاخر عايزين نوصل رساله، احنا مش رايحين نتضايف ولا نضايف، احنا رايحين نحل مشاكل وبنقول عندنا برنامج وبنسوق لبرنامجنا وبنطرح مشاكل او يعني بنستمع الى المشاكل وعارفين مشاكل كل محافظة ونقول هنحلها ازاي وبنحاول ان احنا نروجها، لان مهما عملت مؤتمر هيبقى فيه كام 100,000 من كام مليون ناخب، في الاخر برضو احنا قلنا هنشتغل بطريقة غير تقليدية نتيجة ضيق الوقت، وبعدين اللي هيروح 10 محافظات مش هيقدر يروح ال 27. ايوه فاهم، احنا اتفقنا. هيزعلوا. في ناس هتزعل، في محافظات تزعل. طبعا. فاحنا لا، احنا شفنا ارتقينا ان هذا سيكون قسمته في مصر الى 4 قطاعات. 4 قطاعات. خلاص شرق الدلتا، غرب الدلتا. وبنعمل مؤتمر لكل قطاع بندعو فيه بيبقوا الاف يعني برضو مش 100 مش مئات، بيبقوا الاف. بيجوا اللي هي الكوادر التنظيمية والشعبية المؤثرة كويس، وإذا كان يعني قبائل بيكون العواقل وشيوخ القبائل اللي هم الناس المؤثرين اللي يقدروا يروجوا وينشروا فكرنا وما سمعوه مننا، وبنتناقش معاهم وبنشوف مشاكلهم ايه، ولكي نطمئن ان كافة مشاكلهم يتضمنها البرنامج، او على الاقل ان برنامجنا يوجد به حلول لمشاكلهم دي كلها، وان لم يكن بنعدل على طول بسرعة وندرس ونشوف ايه اللي ناقص عندنا. طيب انت بتخاطب جمهور مستهدف ضخم جدا وعريض. صحيح. انت بتتكلم على 60% من الشباب. مظبوط. بتوصل له ازاي؟ هل انت بتعتمد مثلا في الحملة بتاعتك على السوشيال ميديا؟ بتعتمدوا على الوصول ازاي الى هذا القطاع اللي هو معلش ممكن ما يكونش بتفرج علينا دلوقتي حتى على التلفزيون؟ صحيح. بتوصلوا له ازاي؟ بنوصل له عن طريق بعض منصات التواصل الاجتماعي، وبنوصل له ايضا عن طريق تنظيميا. 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 يعني في عندك ناس شغالة على ارض الواقع دلوقتي في المحافظات. واحنا بنتميز بده. بتتميز. صحيح. ايه اللي خلاك تحس ان انت بتتميز عن غيرك بده؟ ان احنا حضرتك قلتها في بدايه البرنامج، احنا الاقل صخبا والاكثر نتائج على الارض. انتوا دي سياستكم من الاول، دي فلسفتكم، انا اعترف لك ابصم لك بعشرة. من حققها. من اول لا تتحقق بدون تنظيم. من اول بدايات لقاءاتي معاك انا ابصم لك بالعشرة ان هو ده انتوا بتشتغلوا بيه بهذا الطريقه، ولكن انتوا برضه قدامكم احزاب، ما هو اليسار المصري منتشر في كل حته، حزب الوفد عنده في كل محافظات مصر مراكز وعنده لجان والى اخره. انا بكلمك على استهداف الناخب اللي هو يخش يدي لك صوته. لو برنامجنا وصل له، احنا عندنا يعني بنحاول ان احنا نوصل برنامجنا عن طريق الدعاية، عن طريق القنوات والمقابلات اللي حضرتك بتعملها دي، وبعدين حتى بعد ما بتخلص المقابلات احنا بناخدها وبنشيرها على منصات التواصل الاجتماعي. عندنا نوابنا بيتحركوا في كافة المحافظات، يعني انا ممثل في 22 محافظة نيابيا، فهم بيتحركوا في كل حتة بيعملوا خدمات للناس، خدمات عامة وليس وبعض الخدمات الخاصة، وبنعتمد على ان احنا نروج لفكرنا ونروج لبرنامجنا عن طريقهم بشكل جيد وهادئ، وبنقدر نحقق نتيجة. المهم تحقيق النتيجة.